أتمنى إلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والسلامة. رمضان مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير. المهم أنا جبت لكم طلمت مبرة الباتشوا دائما الجديد مع أم الحسن. مبرة الباتشوا بحال تان، أشكال وأنواع، لوينات زويونين. الناس اللي كيوصوني على الرومي، ومازال إن شاء الله أنواع ديال طلمت أخرين. المهم هانتوما شوفوا التشكيلات. دائما الجديد طلمت مبرة الباتشوا الرومية، دايرين بحال الدان، أشكال أنواع لوينات زويونين بزاف بزاف. كانوا وصوني بغاو الرومي مبرة الباتشوا، كاين ديال 10 متر، 10 متر و12 خدية، كاين 12 متر ونص، 15 خدية، كاين 15 متر و18 خدية. يعني اللي بغات شي حاجة مرحبا. قصات كاين 10 متر و12 خدية، كاين 12 متر ونص، 15 خدية، وكاين 15 متر و18 خدية. اللي يعني أشكال وأنواع، كل حاجة وثمنها. بالنسبة لديال 10 متر و12 خدية، الثمن ديالهم 1100 درهم، 22000. بالنسبة للطلانط ديال 15 متر و18 خدية، الثمن 1700 درهم، 34000 ريال. وبالنسبة للطلانط 12 متر ونص اللي كاين مدو 5 سدادر و15 خدية، الثمن ديالهم 1400 درهم، 28000 ريال. بالنسبة يعني مرحبا مع الإرسال إلى المدن. ما بعد بالنسبة اللي في فاس، إلا بغاو ينتظروا حتى يدوز الحجر الصحي، وديك الساعة يعزلوا أشكال وأنواع. والكليان ديالي اللي كنعرف بالنسبة للمدن خارج فاس، الناس اللي فيه تعاملوا معايا، يعني اللي تعاملوا معايا واللي عندي، وأغلبية راه عندي السكن ديالهم وعندي الطلانط ديالهم، اللي كلياني اللي فايت يعني عرفوا الصرف ديالي وفايت تعاملوا معايا، يختاروا الطلانط، يعني يدخلوا عندي الواتساب في الرقم اللي في الشاشة، يختاروا الطلانطات اللي بغاو واللي عجبوهم. يعني وديك الساعة غادي نتفاهم أنا وياهم على كما العادة، كما ديما تفهموا على مصاريف الإرسال والتوصيل إلى المدن، يعني كي الطريقة للإرسال وديك الشيء. وغاديك الساعة غيفرسيو لي الفلوس الكليان ديالي، وغادي نحجز لهم الطلانط ديالهم في الساك ديالهم على ما يدوز هذا الحجر الصحي، ولا لقيت شي فرصة باش نصيفط لهم. مرحبا، دابا راكم عارفين القضية باقا مزيرة، وأنا ما كايناش فاس، يعني راني باقا في نواحي الحاجب، يعني حتى الطريق شي شوية معرقلة باش نهبط. يعني أنا بالنسبة للكليان ديالي، أنا كنهضر على الكليان ديالي اللي كيتعاملوا معايا وعارفين الصرف ديالي وفايت صيفط لهم وعاودت. اللي بغات شي حاجه مرحبا، تختار كما العاده. وغادي يعني الثمن اللي في الفيديو ثمن البيع، وديك الساعه تفرسي الفلوس ومصاريف الارسال، وغادي نخبي عليها الصاك ديالها اون فوا ان شاء الله. غير تطلق هذا الشيء غادي نرسلها، ولا لقيت شي فرصه، الا مشيت لقيت شي فرصه باش نهبط لفاس ونصيفط لها، انا غادي نبحث نزيد على حساب الطريق. باقا شويه عندنا مزيره الجدارميه وديك الشيء، انا في النواحي الحاجب في منطقه ايت ولا بالضبط. ديك الساعه لقيت شي فرصه، راني انا غادي نتصل بهم وغادي نقول لهم بانني غادي نصيفط لكم. يلا تبارك الله عليكم، مرحبا بكم. بالنسبه اللي كيشوف القناه ديالي لاول مره، ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، ما تنساوش تبارطاجيو مع العائله والحباب والخوت. بالنسبه للناس اللي خلي لي السكن ديالهم قبل ما يكون الحجر الصحي، السيده اللي في اسبانيا والسيده اللي في ايطاليا، مش حال هذه خلين عندي، وحكينا وحده في فرنسا. راني السكن ديالكم كلشي مخبع، نطلب من الله تعالى ربي يرفع علينا البلاء، وان شاء الله تعالى
يعني يدوز هذا الشيء بخير وعلى خير، وتفتح الحدود ديال الناس اخوتنا المغاربه اللي في الجاليه الاوروبيه. وان شاء الله الامانات ديالكم راها منزله على عهد الله تعالى في السكن ديالكم بالاسماء ديالكم. ان شاء الله فاش تصرح الامور حاولوا تصيفطوا لي ميساج في الواتساب، الله يجازيكم بخير، لان الارقام ديال باش كنت كنتواصل معاكم كنتو نتوما مسجلين رقمي، انا ما كنتش مسجله الارقام ديالكم. حاولوا تصيفطوا لي شي ميساج، ان شاء الله غير يفوت الحجر الصحي تواصلوا معايا باش امانتكم نصيفطها لكم على الوجه المطلوب ان شاء الله. يلا تبارك الله عليكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.